أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو حل أسئلة المراجعة صفحة 61 زائد صفحة 62. قبل أن نبدأ بحل أسئلة المراجعة علينا أن نستذكر بعض المعلومات التي تم أخذها في بداية الوحدة، وسوف نبدأ بالفرق بين الضرب والقسمة. الضرب يساعد على إيجاد العدد الكلي للعناصر الموجودة في مجموعات متساوية. القسمة هي توزيع الكل على مجموعات بالتساوي. 3 ضرب 2 يساوي 6. 6 تقسيم 2 يساوي 3. رمز إشارة الضرب هو، أحسنتم، ورمز إشارة القسمة هي، أحسنتم. الضرب هو جمع متكرر، والقسمة هي طرح متكرر. ولا ننسى أعزائي الطلاب أن الضرب هو عملية عكسية للقسمة. والآن نذهب لحل أسئلة المراجعة. السؤال الأول، أضع إشارة ضرب أو إشارة القسمة في المربع لتصبح الجملة صحيحة في كل مما يأتي. قبل أن نقوم بحل هذا السؤال، يجب أن نعرف متى نضع إشارة القسمة ومتى نضع إشارة الضرب. إذا كان هناك عددان صغيران نقوم بضربهما ويكون الناتج هو العدد الكلي، تكون بعد إشارة اليساوي تكون هنا العملية ضرب. وإذا كان العدد الكبير وهو المقسوم في بداية الجملة تكون هنا العملية قسمة. يجب أن ننتبه. والآن سوف نقوم بحل الأسئلة. 2 ضرب 6 يساوي 12. 5 ضرب 7 ويساوي 35. ننتبه الآن، العدد المقسوم هو العدد الكبير، يوجد في بداية العملية، إذن هنا العملية تكون 90 تقسيم 9 ويساوي 10. أحسنتم. 36 تقسيم 4 ويساوي 9. 5 ضرب 9 يساوي 45. 48 تقسيم 8 يساوي 6. أحسنتم. ننتقل الآن إلى حل السؤال الثاني. أجد ناتج القسمة فيما يأتي. فكر معنا يا عبقري، هيا نفكر قبل الإجابة. سوف نستخدم رمز القسمة الطويلة. 27 تقسيم 3. ما العدد الذي إذا ضربناه في 3 كان الناتج 27؟ هيا فكر. أحسنت، إنه العدد 9. 9 ضرب 3 يساوي 27. 27 تقسيم 9. ما العدد الذي إذا ضربناه في 9 كان الناتج 27؟ أحسنتم، إنه العدد 3. التحقق بالضرب، 3 ضرب 9 يساوي 27. والآن 70 تقسيم 10. ما العدد الذي إذا ضربناه في 10 كان الناتج 70؟ أحسنتم، إنه العدد 7. 7 ضرب 10 يساوي 70. 36 تقسيم 4. ما العدد الذي إذا ضربناه في 4 كان الناتج 36؟ أحسنتم، إنه العدد 9. 9 ضرب 4 ويساوي 36. والآن 32 تقسيم 8. هيا فكر، ما العدد الذي إذا ضربناه في 8 كان الناتج 32؟ أحسنتم، إنه العدد 4. 4 ضرب 8 يساوي 32. 35 تقسيم 5. ما العدد الذي إذا ضربناه في 5 كان الناتج 35؟ أحسنتم، إنه العدد 7. 7 ضرب 5 يساوي 35. والآن 42 تقسيم 6. ما العدد الذي إذا ضربناه في 6 كان الناتج 42؟ أحسنتم، إنه العدد 7. 7 ضرب 6 ويساوي 42. 14 تقسيم 2. ما العدد الذي إذا ضربناه في 2 كان الناتج 14؟ أحسنتم، إنه العدد 7. 7 ضرب 2 ويساوي 14. 63 تقسيم 7. ما العدد الذي إذا ضربناه في 7 كان الناتج 63؟ أحسنتم، إنه العدد 9. 9 ضرب 7 ويساوي 63. يجب أن نحفظ جداول الضرب جيدا يا أعزائي الطلاب.
يجب أن نحفظ جداول الضرب جيدا يا أحبائي. والآن ننتقل إلى حل سؤال رقم 3. أكتب العدد المناسب في المربع. قبل أن نقوم بحل هذا السؤال، يجب أن نتذكر أن الضرب عملية عكسية للقسمة. نقرأ جملة الضرب: 8 ضرب 4 يساوي 32. جملة القسمة: 32 تقسيم 4 تساوي 8. أحسنتم، بإمكاننا أن نقرأها نقول 32 تقسيم 8 تساوي 4. أحسنتم. 9 ضرب 6 يساوي 54. 54 تقسيم 6 تساوي 9. أحسنتم. 54 تقسيم 9 تساوي 6. أحسنتم. 3 ضرب 9 يساوي 27. 27 تقسيم 9 تساوي 3. 27 تقسيم 3 تساوي 9. أحسنتم. 6 ضرب 3 تساوي 18. 10 تقسيم 1 يساوي 10. عند قسمة أي عدد على العدد 1 يعطينا العدد نفسه، إذا 10 تقسيم 1 يساوي 10. والآن جملة القسمة: 10 تقسيم 10 تساوي 1. عند قسمة أي عدد على العدد نفسه يعطينا العدد 1، إذا 10 تقسيم 10 يساوي 1. 10 ضرب 1 يساوي 10. 10 تقسيم 2 يساوي 5. و10 تقسيم 5 يساوي 2. إذا الضرب عملية عكسية للقسمة. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن أحبائي الطلاب، ننتقل إلى حل السؤال رقم 4. اشترت ريماس ثمن قطع من الحلوى بثمن 72 قرشا. ما ثمن قطعة الحلوى الواحدة؟ 72 تدل على 72 قرشا، وثمن قطع من الحلوى. الآن ما هي العملية الحسابية هنا يا أحبائي الطلاب؟ أحسنتم، إنها جملة القسمة. إذن العملية هنا قسمة. 72 تدل على المقسوم، وثمانية تدل على المقسوم عليه. إذن نقرأ جملة القسمة مرة أخرى: 72 تقسيم 8 تساوي. أحسنتم، 9 قروش. إذن ثمن القطعة الواحدة يساوي 9 قروش. للتحقق بالضرب نقول 8 ضرب 9 ويساوي 72. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن نقوم بحل السؤال رقم 5. لدى عيدة 7 زهرات، وضعتها جميعا في زهرية واحدة. كم زهرة في تلك الزهرية ولماذا؟ الآن سوف نقوم بتوضيح هذه العملية في عملية الرسم. كم زهرة لدى عيدة؟ 7 زهرات. 1 2 3 4 5 6 7. كم زهرية لدى عيدة؟ زهرية واحدة. أحسنتم. والآن أحبائي الطلاب، سوف نقوم بوضع الزهرات في الزهرية. 1 2 3 4 5 6 7. وجملة القسمة هي 7 تقسيم 1 ويساوي 7. تدل هي المقسوم وتدل على عدد الزهرات، أما 1 وتسمى المقسوم عليه وهو يدل على عدد الزهرية الواحدة وهو المقسوم. نقرأ جملة القسمة مرة أخرى: هي 7 تقسيم 1 ويساوي 7 زهرات. إذن لدينا 7 زهرات وعندنا زهرية واحدة. كم نضع في الزهرية؟ نضع جميع الزهرات. لماذا؟ لأنه عند قسمة العدد على 1 يعطينا العدد نفسه. 7 تقسيم 1 يساوي 7. التحقق عن طريق عملية الضرب: 7 ضرب 1 يساوي 7.
أحسنتم، بارك الله فيكم. الواجب البيتي أحبائي، أحبائي الطلاب، يجب حل الدوسية صفحة 25 زائد صفحة 26 زائد صفحة 27. هكذا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، في حفظ الله وعنايته.